ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تفتتح هيئة الطرق والمواصلات المرحلة الأولى من مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد من تقاطع شارع راس الخور مع شارع دبي العين إلى التقاطع مع شارع ند الحمر بطول حوالي 4 كيلومترات. يشمل المشروع افتتاح جسر بمسارين وبطول 990 متراً للحركة المرورية القادمة من مشروع كريك هاربر باتجاه شارع راس الخور وبطاقة استيعابية 3100 سيارة في الساعة. يشمل المشروع أيضاً توسعة شارع راس الخور من 3 مسارات في كل اتجاه إلى 4 مسارات وإنشاء طريق خدمات بسعة 2 مسارين على جانبي الطريق وتنفيذ عدد من الجسور بطول إجمالي 2 كيلومتر. وكانت الهيئة قد أنجزت في الفترة الماضية المدخل الغربي لخور دبي دبي كريك هاربر من خلال جسر بسعة 3 مسارات وطريق جديد بطول 1.5 كيلومتر 4 مسارات في كل اتجاه وإنشاء مداخل ومخارج من وإلى المناطق والمباني المنجزة الجديدة لتسهيل الحركة المرورية. كما وتعمل الهيئة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد التي سيتم إنجازها في الربع الأول من العام المقبل، وتشمل تطوير تقاطع شارع ند الحمر مع شارع راس الخور، ويشمل جسرين ونفقاً لتوفير حركات التفافية حرة، وتوسعة شارع راس الخور حتى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد من 3 مسارات إلى 4 مسارات في كل اتجاه.